السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الله يجازيكم بخير خوتي اللي كيتبعونا في هذه القناة، هذه المرجو الاشتراك في القناة لأن الاستمرار ديالنا بالاشتراكات ديالكم بالتفاعل ديالكم بالتعليقات ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك، وحنا ما تسالونا غير نديرو فوق الجهد ديالنا. بغينا 100 مشترك اليوم يدخلوا معنا، يعني الناس اللي كتعرفوهم قادوا لهم الاشتراك للاصدقاء اللي كتعرفوهم جيرانكم اي واحد، باش ديما نوصلوا لكم الجديد ان شاء الله. بخصوص جديد قاطني دور الصبيح بمدينه تماره، اليوم اثنين ريبو اربعة ديال البراكات، اربعة البراكات كينضافوا للبرارك اللي رابوا في تماره بين دوار اهل الحارث وبالناصر. وكما كتشوفوا التكرفيس الناس مع الشتاء والبرد، وهذا الله يكون في العوان، الله يكون في العوان. بالنسبه للناس مساك اللي كيمشيو في هذه الايام هذه المشروع ميموزه بالسخيرات، فالناس مساك الرب لا اله الا الله عاد كيكملوا ديك البركه بين السلف من هنا والقد من هنا ودير من هنا، والحمد لله على اي حال. ونطلبوا ربي يدير شي فرج حتى الناس اللي باقي مساكن واحلين، باقي ناس واحلين، لان كنهضروا على 800 شقه موجوده في ميموزا، يلاه مشات من الناس 640 تقريبا ما كاملاش، يعني 630 بين 630 و 640، يعني باقى لنا واحد 160 بارطمان اللي واحله. نطلبوا ربي يدير شي تاود الخير للناس، والله يدير لهم شي فرج يا ربي، الله يدير شي فرج للجامع وعملية الهدم مستمرة بدوار أهل الحارث وبالناصر في انتظار القرعة ديال ولاد مطاع الغربية وسيدي محمد الشريف. وفي نفس الوقت اللي كاين عملية الهدم كاين عملية ديال جمع المعلومات من طرف النواب ديال الوداية، الوداية راهم خدامين في الملفات ديالهم. الله يسخر الأمور ونطلب الله تيسر المسائل، الله المعين. بالنسبة الناس اللي كيسولوا على المشروع ديال البساتين فين وصل، فمشروع البساتين لحدود اللحظة باقي فيه الأشغال، الأشغال مستمرة. بالنسبة للتسليم باقي ما كاينش تسليم، الناس اللي كانوا كيقولوا الأخر ديال شهر 10 أو شهر 11 أو شهر 12 فهادشي ما منه والو، في انتظار نهاية الأشغال والتسليم الرسمي. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.